إجمالا للحديث عن هذا الشأن، ينضم إلينا من جدة الدكتور محمد سرور الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي وكبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا. مرحبا بك دكتور. يعني المقترح السعودي الروسي أولا يقضي بزيادة الإنتاج 400,000 برميل يوميا حتى بلوغ 200 مليوني برميل يوميا. لماذا ترفض برأيك الإمارات هذا المقترح واعترضت عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخ حمدان. الإمارات اقترحت أن يتم تعديل حجم إنتاجها الأساسي الذي تم بموجبه بناء الحصة أو حصة التخفيض في إنتاجها، وأن حصة 3.168 ألف برميل يوميا، 3,168,000 برميل يوميا، هذه الحصة والإنتاج قد زادت طاقتها الإنتاجية إلى 3,840,000 برميل يوميا، وتريد الحصة الجديدة. ليس هنالك خلاف بأن يتم طرح أي مقترح ويتم تداوله، لكن ما حدث هو أن الإمارات أتت في التشهد الأخير للصلاة وذكرت ذلك دون أن تراعي أن هنالك بروتوكولات خاصة بالاقتراحات ومتى ستقدمها. طيب، هل فرصة كبيرة اليوم في التوصل إلى اتفاق؟ إذا كانت الإجابة لا، ما الذي سيؤدي فشل التوصل إلى اتفاق؟ ما الذي يهدد به فشل التوصل؟ سئل وزير الطاقة السعودي أمس هل أنت متفائل أم متشائم؟ قال لا، أنا متفائل ولست متشائما. فالفرص هي 50-50، 50% لكل بديل أمامنا. المشكلة الرئيسية هي لو استمرت الإمارات تصر على مطالبها في الوقت الذي أجمع فيه جميع الدول الأعضاء في التحالف أوبك بأن يكون هنالك اتفاق إلى نهاية العام القادم 2022، ويتم تدريجيا حل المشكلة الإماراتية، لكن الإمارات تود أن تحل هذه المشكلة حالي الآن وليس فيما بعد، وهذا هو التخوف بالنسبة للسيناريو. السيناريو الحالي إذا لم يكن هنالك اتفاق، التخوف هو أن إما أن تخرج الإمارات من الاتفاق وينهار الاتفاق لا سمح الله، أو أن تترك الإمارات أوبك بلس وهذه مشكلة أخرى، أو أن تدخل الدول الأعضاء في حرب سعرية كما حدث في إبريل أو في مارس من العام الماضي. كل هذه السيناريوهات ليست في صالح أي دولة. تمام. والإمارات استفادت من الإيرادات الكبيرة لارتفاع أسعار النفط مثلها مثل الدول الأخرى، وعليها أن تحافظ وأن تحكم العقل لك في ذلك. شكرا جزيلا لك من جدة الدكتور محمد سرور الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي.